المغرب يستعد لإحداث صندوق استثماري عمومي لما بعد أزمة كوفيد 19. قبل أن نبدأ المقطع، المزج الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد منا بحول الله. في الوقت الذي كشفت فيه الخزينة العامة للمملكة المغربية عن إيرادات الصندوق الخصوصي الذي أحدثه الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بلغت حتى ما تم ماي الماضي ما مجموعه 33 مليار درهم ونفقاته حوالي 15 مليار درهم. يترقب أن ينشئ المغرب صندوقا استثماريا عموميا لما بعد كورونا، ويبدو أن نجاح صندوق مواجهة كورونا خلال مرحلة الانتشار وتوفير الموارد المالية لمواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية قد دفع الحكومة إلى إحداث صندوق استثماري عمومي هدفه تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة كوفيد 19. الصندوق الذي أعلنت عنه الحكومة يأتي وفقا للمعطيات الرسمية ضمن خطة النهوض بالاقتصادي المغربي التي تسعى من خلاله المملكة المغربية إلى توفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي بتسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير مهيكل في الدورة الاقتصادية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة وتسريع ورش التمركز الإرادي وهيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية. وضمن هذه الخطة تعتمد حكومة سعد الدين العثماني على المدى القصير في مشروع قانون مالية تعديلي برسم 2020 بالموازاة مع تخفيف الحظر الصحي بالمملكة المغربية، في حين يرتقب أن تعرف سنة 2021 خطة الإنعاش الاقتصادي لإعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الأزمة التي مر بها المغرب، وهي أزمة كوفيد 19 التي انتشرت في العالم وأحدثت قلقا اقتصاديا كبيرا في جميع الدول دون استثناء ومعاناة كبيرة. نتمنى لمغربنا الحبيب التقدم والازدهار، ونتمنى من الصندوق هذا أن يكون في خدمة الصالح العام، وأكيد هو سيكون في خدمة الصالح العام وأنشئ لهذا الغرض. تحية طيبة لجميع مكونات المملكة المغربية وعلى هذه المبادرات الجميلة، ونتمنى مرة أخرى كل من شاهد الفيديو ونال الإعجاب ديالو المحتوى، نتمنى تشتركوا معنا في القناة ديالنا وتفعلوا الجرس إن شاء الله حتى يصلكم كل جديد منا بحول الله تعالى وبركاته، وكذلك تشجعونا أكثر على نشر المزيد إن شاء الله. تحية طيبة وإلى اللقاء في فيديو آخر.